وسط إجراءات أمنية مشددة عدد من كبار أعضاء ما يعرف بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، من بينهم التونسي راشد الغنوشي والسوري محمد رياض الشقفة وممثلون عن حركة حماس الفلسطينية. حصلت سكاي نيوز عربية على وثيقة تتعلق بمخططات للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين للتعامل مع تطورات الأزمة في مصر. وأوضحت الوثيقة الصادرة عما أطلق عليه المركز الدولي للدراسات والتدريب أن التنظيم يعقد اجتماعا طارئا في مدينة اسطنبول التركية بمشاركة قادة التنظيم وممثلين عن جميع فروع الجماعة في الدول العربية والأوروبية بالإضافة إلى مصر وقطاع غزة. تضمنت الوثيقة تحليلا للمشهد السياسي ورؤية الجماعة لأسباب الأزمة وانعكاساتها على مستقبل الجماعة. واعتبرت الوثيقة أن أبرز أسباب الأزمة وفشل حكم الإخوان المسلمين في مصر هو تفكك التيارات الإسلامية واتساع الفجوة بين الجماعة والأحزاب السلفية، كما ساهم الهجوم الإعلامي المتواصل على الجماعة والأزمات الاجتماعية المفتعلة وعدم القيام بمشروعات ذات مردود سريع على حياة المواطنين في تفاقم الوضع، بالإضافة إلى استغلال الجيش لمطالب المعارضة للعودة إلى السلطة. وأوردت الوثيقة عددا من المخاطر المحتملة على مستقبل الجماعة داخل مصر وخارجها بعد التطورات الأخيرة، منها تزايد مشاعر الاضطهاد لدى قادة الجماعة والاضطرار إلى العودة إلى ظاهرة العمل السري، وصعوبة السيطرة على ردود التيار خاصة من شباب الإخوان، إلى جانب مخاوف من حدوث انشقاقات داخل الجماعة بخروج بعض شباب الإخوان على قيادة الجماعة بحجة أنها تسببت في صدام مع الجيش والقوى السياسية أخرى. أما فيما يتعلق بالمخاوف حول مستقبل الجماعة خارج مصر، فقد اعتبرت الوثيقة أن ما حدث سوف يعزز موقف التيار المتشدد المعارض للإخوان المسلمين في الدول الأخرى، كما سينعكس سلبا على فروع الجماعة في كل دول العالم. وبحسب الوثيقة فإن ما حدث وجه ضربة قوية للتحالف بين حماس والإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تراجع الدعم للثورة السورية. وضعت الوثيقة عددا من السيناريوهات والمقترحات للتعامل مع الموقف. أولها كان سيناريو الراية البيضاء، والذي يقضي بالقبول بالأمر الواقع والتسليم التام بلا قيد أو شرط وبدء خريطة الطريق التي أعلنها الجيش. الاقتراح الثاني هو سياسة النفس الطويل والعمل على إحداث تصدع داخل الجيش المصري. السيناريو الثالث تضمن بحث تطبيق المادة 150 من الدستور التي تقضي بطرح الثقة واستفتاء الجمهور على بقاء الرئيس السابق محمد مرسي. وأخيرا السيناريو الرابع والذي يقضي باللجوء إلى المواجهة العسكرية. وقدمت الوثيقة عددا من الاقتراحات لإنجاح سيناريو المقاومة بالنفس الطويل عبر تكثيف الحملات الإعلامية والملاحقة القانونية لرموز الجيش، كما نصت الوثيقة على وضع استراتيجية لإحداث انقسامات داخل المؤسسة العسكرية، إضافة إلى التركيز على مواقف الأحزاب والشخصيات الوطنية التي تعتبر ما حدث انقلابا عسكريا، بالإضافة إلى إبراز مواقف المؤسسات الدولية التي اعتبرت ما حدث كذلك انقلابا عسكريا، والتركيز على مطالبة بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي بوقف المساعدات للجيش المصري. الاستراتيجية الثالثة للتعامل مع الأزمة بحسب الوثيقة هي العصيان المدني واستمرار الاعتصامات ومحاصرة مؤسسات الدولة السيادية. إذن هذا الموضوع سيتناوله مهند الخطيب بمزيد من التفصيل في حوار الليلة من القاهرة. نتحول إلى هناك، إليك مهند. شكرا لك ريتا. الإخوان المسلمون إنقاذوا ما يمكن إنقاذه. تداعى الإخوان المسلمون من شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه ليبحثوا في أحدث إخفاقاتهم مصر. مصر حيث خسروا ما اعتقدوا أنه مضمون، ولسان حالهم يقول سقط مرسي وقد يسقط ذلك آخرين. يتحدث منظروهم الداعون للاجتماع في الوثائق التي حصلت عليها سكاي نيوز عربية عن أسباب الإخفاقات وسبل الخروج، مادين أيديهم للولايات المتحدة علها تنقذ معهم ما يمكن إنقاذه. انضموا إلى صفحتنا، صفحة نصوص تونس.